بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المتابعين، متابعي قناة المدارس، النهاردة إن شاء الله هاخدكم في جولة في مكان من أغرب الأماكن السياحية اللي في مصر، مكان بيسحر العقول. المكان ده عبارة عن بحيرة في الفيوم اسمها البحيرة المسحورة، اللي بتعتبر من أروع الأماكن اللي بيمكن زيارتها في الفيوم. تعالوا مع بعض نعرف قصتها. أولاً، اسم البحيرة البحيرة المسحورة، وتسمت كده لسببين. السبب الأول هو لون البحيرة، لون المية يعني، اللي بيتغير كل ساعة حسب اتجاه وتعامد أشعة الشمس على مية البحيرة. مية البحيرة عذبة جدا، شديدة النقاء، رغم إنها محاطة بالكثبان الرملية والجبال العالية. السبب الثاني في تسمية البحيرة بالاسم ده هو مصدر المية. هي عبارة عن بحيرة في وسط الصحراء، لا تتصل بأي بحيرة أخرى أو مصدر للمية، وده اللي حير العلماء. منهم اللي قال إن مصدر المية جوفي من باطن الأرض، أما باقي العلماء عجزوا عن معرفة مصدر المية. البحيرة ديت موجودة بالقرب من جبل في الفيوم اسمه جبل المدورة، داخل محمية وادي الريان، وهناك بيمارس السياح رياضات متعددة زي ركوب الجمال والخيول والتزحلق على الرمال. بكده يبقى خدنا فكرة عن مكان من أغرب الأماكن السياحية في مصر، وإن شاء الله نتقابل في لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.